السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، كنتم هما هذوك بحفظكم. واليوم جينا باش نديرو معكم واحد العويصره ان شاء الله تكون فعلا تالكه. انا معايا تهضر معاكم. تسلم. السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتوما بخير وعلى خير، الله يحفظكم ليا يا الغاليين. ايوا راني عطيتكم المهدي في الواجهه، ايوا يدوز هو هادشي ديالو باش نجي حتى انا ندوز داكشي اللي بيقدم لك. قالت يا والو زيد دير لي العصير الله يحفظك. والو جيب هو لي عنده معاكم العصير عصير. خطير الصراحه لله، الله يحفظه لينا وتبارك الله عليه. راه المهدي هو الريوه الشواط. الله يحفظكم وتبارك الله عليكم. بغيت ندير واحد العصير بالليمون والتفاح والفريز، راه كيجي هائل هائل هائل. عندنا الليمون نقيناه، ها هو 2 كيلو، واحدة المهم ربعة ديال الفريز، واحد 2 تفاحات. هنا راح حفظكم، وحنا نبداو معاكم نعصرو معاكم. نديرو الويمينة ديالنا هكا، بسم الله. اش قلتي انا هيما هو هدف؟ اي والله يعطيك الصحة، ها؟ هذا عصير هائل. عصير انا علاش حيدنا الليمون؟ حيد فيه لي غاز، الغاز لي غاز ولا غاز؟ فيه الغاز في القشرة. الناس اللي كيكونوا ماشي الغاز ديال البوطة، الغاز ديال الليمون. بقى يضحكي عليا. لا ما كنضحكش عليك. جيبك طبسة فاش تحط؟ جيبي نجيبك طبسة باش تحط. ما نضحك عليك، انا نضحك عليك، انا اش عندي انت ضحك عليك؟ ويلي قلنا لك لي غاز دي تضحكي. انا واعي انا كنهضر. انا واعي راني عارف اش شاده فيا. شاده لك السي مهدي. بارك الله عليك. الله يحفظك ويطيب يسمعك. ايوا تبارك الله عليك يا بابا العزيز. الله يحفظك ويطيب يسمعك. ها انتم هو العصير. اش ما ينساوش؟ ها؟ لايك وسبسكرايب والكومنتير، بارتاج مع خوتكم وخواتاتكم. وصحابكم. ايه وناسكم. نعم ما فهمتش ليه. راني معاك اصاحبي، قلت لي شغل الطاجين الجزائر. الله يعطيك الصحه وتسلم عليك. راه كاين والله، كاين وحاضر وناظر ولابس علينا نظاظر. فوق السلوم. ماشي فوق الشوايه. لا لا الله يعطيك الصحه. فوق السلوم. ديرو قرار الطاجين شي بزير. كتعرفي ها هو بابا كيحصر. ما فيه الغاز، ما فيه والو. صح، تحيد منه ديال القشره. القشره كيكون فيها القشره كيكون فيها الغاز بزاف. الناس تاكل عندهم المصران كيقلعوا الليمون على ود سميتو عليه في العصير. في العصير بعدا ما دام عاد كدير معاه شويه، كتحط معاه شويه تفاح شويه هذا سميتو، كيجي بعدا كاين خفيف يشربوه. كيتهرس كيتهرس الجاج تاع الليمون كيجي بنين شويه مزيان. احنا مع الويمينات اخوتي كنعصروهم. هاهي السويقية تاع الليمون. ياك نعيمة. الله يعطيك الصحة. ما عندي ما نقول. ياك. والله ما عندي ما نقول. يعطيك الصحة. حاضر وناضر. ويلي. الله يلا الله
يعطيك الصحه السي المهدي. والله يحفظكم. انا سالينا مع هو الويمينات العصر ديالنا ديال الليمون. وسمحوا لنا العيالات الحاملات. الله يلا اللي قال مسك النيبه. سمحوا لنا يا الحاملات اللي بغات العصير تجي مرحبا. ودابا اخوتي راه الويمينه هي وجداد التفيفيحات والفريز غنعصرهم ونرجعو معاكم ان شاء الله. الله يعطيكم الخير باش تشوفوا تشاهدوا العصير كي جا. بس احنا من بعد ما طحنا العصير هو اخوتي الله يحفظكم. هادشي هو هذاك. ويصير منعش ياك. منعش كويس بصحتكم اخوتي. يا سلام يعطيك الصحة. واللي حاملة تسمح لينا تجي عندنا حتى لهنا ونصيبوه ليها. اش قلتي يا نعمة انت؟ تبارك الله عليك الله يعطيك الصحة وعويصر منعش من داكشي الفن. وراه كلشي حلو. التفاح راه حلو والليمون حلو والفريز حلو ما يحتاج لا سكر لا حتى شي حاجه. تبارك الله عليكم.